رونا اتعلم معاها طريقة كفتة، اعتقد انتوا عمركم ما هتسمعوا عنها. وسريعة كمان. الكفتة بتاعتك ايه السر بتاعها؟ ايه السر ان دايما الناس بتشتكي الكفته بتفك مني، الكفته ما بتستويش معايا كويس، في مشاكل كتير قوي في الكفته، وفي ناس ما بتحبش تعملها علشان البصل والحاجات دي، فانا هوفر عليها. انا عايزه كل بنت تخش المطبخ وتعمل احلى اكل لبيتها، فكل الموضوع ان احنا نستعمل توابل وماده الربط للكفته، بيض. معلقه بيض بس عشان ده 400 جرام، فهنحط له بس يعني احنا بنحط الكيلو مع بضايه، لكن لل 400 جرام هنحط بس معلقه من البيض، وكمان البيكنج باودر. عارفه لما بتمسكي الكفته كده وتقولي شوفي بتشد، شوفي عامله ازاي، دي ميزه. اوكي. ومش هنستعمل اي بصل التوابل فريش. دي هي اللي هتديني طعم كاني بستعمل بصل، بس للناس اللي ما بيحبوش البصل يقدروا ياكلوها. بالظبط. طب ايه بقى؟ وبعدين التوابل في عند اي عطار في توابل الكفته الخاصه اللي هي ايه؟ بالكفته، قوليها لنا بقى. هي هي بقى اسمها ايه؟ كده اسمها توابل، بتاعت بتروحي عند الكفته. العطار بتقولي عايزه توابل الكفته، طيب. بناخد رشه من هنا، بناخد دي توابل المشاوي بتدي ريحه الشوي، تمام، برضو بتبقى جاهزه. كأنك حطيت بنحط لها طحن كمان يعني. بنحط عليها بقى كزبره، ملح، فلفل، بس ما نكترش الملح لان التوابل دي دايما بيبقى طيب فيها ملح. نرجع نقول تاني، هنحط اللحمة. انت بقى هتشتغلي ولا هنحط تعملي؟ اللحمه، هتساعديني، ساعدك انا طبعا، عارفه انك طبعا انت لهلوبه، لهلوبة. يلا شفتي قوي قوي. ساعد عليا لهلوبة يا صاحبتي. لهليب ومش لهلوبة واحدة. والله الواحد في بصي بقى يا بيته ستي، مش متقدر، احنا هنعمل، لا اكيد متقدره والله طبعا ما طبعا مقدرني في طبعا، الاستوديو ده. الله دي هتعجن. بس ما انا خدي بالك بقى عشان بتتعجن كويس. ها اظبطك دلوقتي. طيب دي بصي ايه دي توابل المشاوي، هنحط رشه عشان اسمها ايه تدي بقى؟ ريحه الشوي. توابل مشاوي اول حاجة. ها، ايوه ده بصل باودر، بصل حط باودر. شويه برضو عشان يدينا طعم البصل من غير ما نمسك بصل، ماشي. هسهلها لكم اهو، محدش ما يقوليش مش فلفل. هيخش المطبخ. فلفل اسود، يبقى الملح حطينا ثلاثة. بنقلله قوي، والفلفل ده حسب الرغبة عايزة تزودي او تقللي. اوكي. نقطة توم باودر صغيرة، وده ايه؟ ودوت كمان كزبرة ناشفة، دي تمام، التوابل بتاعتنا. دي التوابل بتاعتنا انت عايزة فقط لا زيت؟ غير. وانا مش هحط غير، بصي نقطة ملح، لا سوري، ده دي البيكنج باودر، ده البيكنج باودر. هنحط دي عشان دي بتبقى الربط شوية الايه، كتير. ها، شويه حلوين دي يعني. بتساعد. طب وبعدين التوم ده ايه؟ هنحط، لا ده التوم ده اللي هنحطه واحنا بنحمر الكفته على النار، بنحط عشان سلايسز كده بعد شويه عشان نطلع ريحه حلوه على الكفته. اوكي. اوكي هنحط بقى لا بصي عندك تركات مختلفة. يعني بحاول. عايزة ملح؟ هنحط بقى لا 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 خلاص، هي التوابل دي اصلها بتبقى فيها ملح، احط زيت؟ تمام. لا الزيت ده هندهن بيه ايدينا علشان نعرف نكور، انا احنا بنعملها كور صغيره. وبصي بقى يا سوير السرعه في انك انت ممكن تعمليها بسرعه لو الولاد جعانين لو اي حاجه، لا، وهي على كمان طول كور اقتصادية وعلى يعني، هي النار. شوية صغيرين احلى حاجة ما فيهاش عايزين بصل. جزء صغير من بالظبط البيضة، انا ويعني بحب. تفاصيلها بسيطة مش بالظبط. ولو بصي. عايزه تكتري الكميه بتحطي برغل، بتحطي بطاطسايه مسلوقه عشان نوفر. يعني كمية اللحمة قليلة ونزودها لو احنا عايزين ده نزود مرة ونزود شفت على برغل. الانستجرام حطوا بطاطس انا وعيش. لا عيش، هي عيش بصي يا فينو. بطاطس يا عيش يا برغل، لا هي دي دي عشان كانت نزود الكمية. حطيتي. هجيلي طيب بقى جامد بقى اوكي، يعني وبعدين اعمل ايه بقى بعد بكل كده؟ ذمة وضمير. ماشي. بعد كده هنبل ايدينا، اساعدك. واكور. طيب انا احط مية زيت يلا هنا بس. بصي اوكي. بنحط كمان شوية زيت صغيرين مش كتير في طاسة كده تكون كويسة، شوية زيت صغيرين اوكي، نوزعهم. عشان البس بس الجوانتي التاني. خاتم مفيدة واسع عليا في الصباعنا. حبيبتي خاتم مفيدة عامل زي البنطلون الواسع بالنسبة لك. بصي يا مفيدة بقى، احنا بنبل ها ايدينا بالزيت هاتي يعني علشان ايه، خدي هاتي كده اكور وارمي. كوري، لا ما ترميش، استني ما تسخن بس شوية. طيب ولا انا بتحط بقى بنكور بقسماط ولا ولا اهم اي حاجه حاجة، لبسك ولا يبقى اي سهل؟ حاجة، ولا يهمك فداكي، لا ولا اي هو حاجة. الزيت بصي في عامله منتهى البساطة والسهولة نظبط بس كده، بس لازم الطاسة تبقى سخنة قوي والزيت طيب يبقى سخن. انا اوكي لسه طب هتسخن نساعد شويه. بعض فيها كده بقى. بس انا عايزك تعملي سلطه كده اعمل لك كاننا سلطة، انا عندي ورق هساعدك. كلينكس، كلينكس ورق تحت مطبخ اهو عندكم؟ اهو اهو طيب اهو ركن. والله يا مفيدة انت طيبة قوي انا طول بيتقال لي كده. يعني في منتهى الطيبة انها في تساعدني منتهى كده. الطيبه. لا طبعا.
هو هي امي خلفت غيري مثلا ده طيبه ما عندناش غير مفيده هو مفيش غير مفيده على فكره الارض مفيده اسم على مسمى واخده بالك مرحبا جدتي كانت زمانها اتبرت مني لو كشفت طيش طيب بصي بصي امل احنا عملنا خلاص احنا عملنا اهو بس خليها ايه خلاص اهي وانا قللت لها النار هنحط عليها شويه ميه سخنه اوكي طب والله الكفته طالعه ريحتها رائعه الله الله شم يا سيدي ده الشكل طبعا النهائي بتاعها